الرابع عشر من ديسمبر من عام 2008، تاريخ لا يمكن أن ينساه أحد. كان فيه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في زيارة للعراق للمرة الأخيرة قبل انتهاء ولايته بغرض الاحتفال بإقرار الاتفاقية الأمنية. وخلال مؤتمر صحفي جمع بوش ونور الملكي رئيس الوزراء العراقية، فاجأ الزيد الحضور بقصف زوجي حذائه على بوش، حذاء تفاداه الرئيس الأمريكي ولكنه أصاب علم أمريكا. ضربة حذاء اعتقل على إثرها وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، وتم إطلاق سراحه عام 2009. ضرب بحذاء الزيدي ذلك المراسل الصحفي العراقي الذي ركزت تقاريره على محنة الأرامل والأيتام والأطفال بسبب الحرب على العراق كان له مبرراته، وهي أن ابتسامة بوش أثناء حديثه عن الإنجازات في العراق خلال المؤتمر الصحفي جعلته يفكر في أكثر من 1 مليون عراقي قتلوا، وفي انتهاك حرمة المساجد والمنازل واغتصاب النساء، مما أثار غضبه، فشعر بدماء الأبرياء تسيل تحت قدمي بوش الذي كان يبتسم كما لو كان قد جاء ليغسل يديه مما حدث في العراق في مأدبة وداع. إسراء سعد، الحياة اليوم.